مرحبا بكم في قناة تحفة تيوبا. بعدما كان رياض محرز محبوب جماهير مانشستر سيتي منذ قدومه الصيف الماضي، أصبح للأسف حاليا محل سخرية وإزعاج لبعض الجماهير. وإذا عرف السبب بطول العجب، إذ أن بعض التعليقات الصبيانية من بعض محبيه التي تتهجم على النادي كلما غاب رياض محرز أو بمجرد عدم ظهور صورة رياض محرز في أي منشور. والعجيب أنهم يعلقون باللغة الإنجليزية حتى يفهمها مشجعو النادي، حتى أصبحت التعليقات الكثيرة محل إزعاج كبير لهم، وأصبحت الجماهير الجزائرية محل سخرية. وذلك رجع لبعض التعليقات الصبيانية المحسوبة على الجزائريين التي لم تترك أحدا وتهجمت عليه في صفحات جزائرية حيث لا يراها أحد، بل حاليا جميع حسابات السيتي مليئة بتلك التعليقات. وتطور الأمر كثيرا مؤخرا حتى أصبح لا يطاق، بل وبلغ إلى حد مطالبة بعض جماهير السيتي بعدم إشراك محرز، وهم الذين كانوا منذ بداية الموسم يقفون بجانبه ويشجعونه. لهذا نرجو من تلك الجماهير المعلقة أن تتحلى بالروح الرياضية وتحترم هذا النادي العريق وجماهيره. فصحيح أن نيتهم الدفاع عن رياض محرز من إفراط غوارديولا في تهميشه للرياض وإبعاده في العديد من المباريات عمدا عكس ما يفعله مع زملائه، فجميع يعرف أن غوارديولا يهمش رياض محرز ويسيء له بهذه الطريقة، ولكن الحل ليس بهذه الطريقة الحالية. فلقد أصبحنا تحريشة باللغة العامية، خصوصا الوجوه الغاضبة على كل منشورات السيتي والدخول في مناوشات كلامية مع جماهير السيتي في التعليقات. فهذه التعليقات الصبيانية تكره جماهير السيتي في محرز، ولن يخدم بها صورة محرز، ولن يخدم حتى صورة المشجع الجزائري. فلدينا نجوم بالجملة كابراهيم عطال، غلام في غولي وغيرهم الكثير. فرياض محرز سيعود بقوة إن شاء الله رغم التهميش، لكن نتمنى ألا تتكرر تلك التعليقات الصبيانية. فهل تتفق مع هذا الرأي؟ وهل شاهدت مثل تلك التعليقات وما ردك عليها؟ لا تنسى الضغط على زر الإعجاب إذا كنت تظن أن رياض محرز سيعود بقوة إن شاء الله. كما لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم في التعليقات، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة تيوب، ولا تنسى الإعجاب والتعليق.